احنا نادين للقوات المسلحة بصفة خاصة للدور الإيجابي والتاريخي اللي عملته من أجل إنقاذ مصر وإخراجها من أزمة وحال ما كناش هنقدر عليه. طيب سيادتك برضو ما قلتلناش، هل العمليات الإرهابية ستستمر؟ والله أصل ده يعني الإخوان يعني مش عايزين يصدقوا إن هم خسروا الوضع. تمام. فهو بيعمل كل المستحيل علشان يقنع نفسه بإنه ممكن يستعيدوا، ده شيء يعني باتت حساباته مختلفة تماما دلوقتي. طيب حضرتك بتشوف إن هو في تظاهرات بتطلع كل يوم وفي كل مكان، وبيعتدوا على بعض المواطنين في الشوارع، وبيعتدوا على بعض المحلات، المحال التجارية والمنشآت العامة والخاصة والكتابة والحاجات اللي هي، امتى هتتوقف الكلام ده؟ هو الإخوان بيرسخوا دلوقتي عداء بينهم وبين الشعب، وهم بيدينوا نفسهم وبيزيدوا أدلة الاتهام والإدانة ضدهم، لأن الإخوان أصلا مفروض أنها جماعة دعوية وليست عمق. هم تركوا الدعوة واشتغلوا سياسة علشان النظام والحكم والكرسي، وده أصلا شيء يعني مختلف عن منهجهم اللي يجب يكونوا فيه. طيب هنتكلم في وعلى فكرة هم أرضيتهم يعني تقلصت خالص في الشارع المصري، وهم مش عارفين ولا قادرين يفهموا ان الوضع دلوقتي بقى مختلف. طيب سيادتك تقول لنا ايه تعليقك او ايه رايك في قانون التظاهر الجديد، وانه في بعض قوى ثوريه بتطلع انها يعني بتطلع كل يوم بمظاهرات عايزه تسقط او الحكومه تضغط على الحكومه عشان تسحب قانون التظاهر، والرئيس عدلي منصور والحكومة مصرة، أو يعني بعض كل الوزراء أو الحكومة بشكل كامل مصرة على أن القانون يطبق كما هو أو كما نصت عليه المادة. طيب إحنا دلوقتي عايزين نعرف قانون التظاهر إلى أي مدى يؤثر على يعني القوى الشبابية أو الثورية، وقال هو لجماعة الإخوان فقط أم للجميع بشكل عام؟ يعني هو الحقيقة مصر لا تفتقر ولا تحتاج إلى مزيد من التشريعات والقوانين، ومصر فيها من قبل هذا القانون من النصوص ومن القوانين ما يكفي لمواجهة وردع كده أي موقف يخرج عن النظام والقانون. لكن التنفيذ وتفعيل القانون على أرض الواقع هو ده اللي كان بينقص الداخلية والشرطة، وإحنا لمنا الشرطة وناشدناها أنها تكون أقوى في مواجهة الإرهاب بأي صورة وأي من كان وراء هذا الإرهاب، لأن يعني اتضحت خطوط المؤامرة. أنت النهاردة بتحارب من كافة قوى الإرهاب ومنظمات الإرهاب العالمية، دي حاجة كانت في بروكسل مؤتمرات سرية وجولات واتفاقات وخطط، فأنت النهاردة مستهدف، فلازم تكون على قدر الموقف كأمن وكقوة كشرطة. يعني حضرتك مع قانون التظاهر؟ قانون التظاهر زي ما قلنا ان هو يعني لم يضيف جديد، وانما هو ربما يكون اصبح ذريعة او مبرر ل يعني قوة الشرطة. طيب هي السلطات الأمنية بتستخدم قانون التظاهر؟ وبعدين قانون التظاهر على فكرة مع يعني يعني هو قانون تنظيمي ولم يمنع، الناس فاهمة غلط. القانون يعني القانون لم يمنع التظاهر، لأن الناس واخدة شماعة حقوق التظاهر وبيقولوا إن إحنا حرمنا من هذا الحق.
اطلاقا. هو انا لما نظم ملوش اطلاقا دخل بالحق بالتظاهر ولا حرية الكلمة والرأي. هي حرية الكلمة والرأي انك انت تخالف القانون وتبقى فوضجي فوضوي، هو ده. تعالوا شوفوا احنا على مستوى العالم كله، البلاد اللي هي بتعلن قلقها وبتناوش معانا وهي بتثير الرأي العام المعارض، وهو مش المعارض، الرأي العام المعترض عن التظاهر. شوفوا هي عاملة ايه في بلادها، شوفوا تركيا بيطلعوا عليهم الكلاب البوليسية اللي هي يعني خوف ورعب. هل هي دي عملية الإنسانية وهذه أحوال الإنسان؟ شوفوا أمريكا بتعمل إيه بطش مع بالركلات في 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 في, في الستات، منتهى العنف والتقييد والقوة كل ده مصور على فكرة. وكالات الأنباء كلها دلوقتي بقت بتتداول. إحنا هنا الحقيقة يعني مدللين جدا. بالنسبة يعني بتشوف بالنسبة أنا لست مع بطش الشرطة بعهدها القديم، ولا أرجحه ولا يعني أؤيد هذا الكلام. وإحنا نشدنا الشرطة أن تعي الدرس ولا تعود إلى سابق عهدها المقيت، وإنها تكون في خدمة الشعب وليست على الشعب. الشرطة سلطة مدنية في خدمة الشعب، وهي الدرع الواقي للجبهة الداخلية. وإحنا كتبنا مقالات عن هذا الموضوع، وإحنا بنناشدها أنها تكون حامية وليست باطشة. حضرتك مع تطبيق قانون التظاهر في الوقت دوت، ولا ممكن يعني هل أنتوا يرضيكوا أو الشعب أو أي رأي نزيه معتدل، هل يرضيكم ان كل يوم نصحى على رمز قتل واغتيل وضابط شرطه؟ ضباط الشرطه دول ما هم ولادنا، والمجندين دول مين؟ ما هم ولادنا. هل احنا الدم والاغتيالات ده بقت صفه وصبغه رسميه في مصر؟ طيب يا فندم، تم تفعيل قانون التظاهر منذ اكثر من يعني مثلا اسبوع، ومع ذلك تخرج المظاهرات وتستمر اعمال العنف في الجامعات وفي المدن وفي يعني في كل جمهوريه مصر العربيه والمحافظات. قلص قانون التظاهر المظاهرات ام لم يقلصها حتى؟ هو ودلوقتي التفعيل القانون على فكره ده في مرحله اختبار، لان احنا لسه ايام قليله. احنا هي مظاهره الشورى واللي هي طلعت حرب والكلام ده كانت هي الواقعة الأولى، وكان لازم إن الشرطة تبين إنها جديتها، لأن لازم يكون هناك فرق بين القانون بعد القانون وقبل القانون. ما ينفعش إنها تتعامل يعني السلبية أو الهدوء اللي كانت فيه من الأول. ده في صور يا أساتذة نشرت مخزية، الولد اللي حاطط ونايم رجل على رجل ورافع علامة رابعة أو علامة أي، نايم في وسط الميدان ولا كأنه يعني في دولة فيها طوارئ ولا فيها أي حاجة. هل هذا هو يعني ده شباب مصر؟ من أمن العقوبة أساء الأدب. هذا الشاب اللي زيه واقف حارس في سيناء وحارس حدود مصر وبيأدي دوره، أو في الشرطة بيحط يعني حياته على كفه ويواجه الإرهاب زي هذا المستهتر؟ ولا احنا زي تلامذة المدارس زمان الابتدائي اللي يقول لك أنا قاعد في شارع الحكومة، ينفع؟ لا، دي مهزلة. وزير الخارجية أو وزير الداخلية الروسي من عدة شهور من قبل ما تحتدم الأزمة كده قال أنا بحسد على سعة الصدر والروح المرنة واللي فيها الداخلية المصرية، لو إحنا هنا كنا ذبحناه.
فادي تركيا وادي روسيا وادي امريكا، وشوف فرنسا بتعمل ايه، وشوف احنا هنا بالنسبه لنا ايه. وبعدين البنات اللي هم خارجين، البنت لما تتسلق خريجه الازهر، طالبه الازهر يا اساتذه، دول طلبه جامعه الازهر اللي حافظين القران، تتسلق وتطلع وتعمل اعمال عنف، اليس هذا تشبه بالرجال؟ اليس هذا متناقض مع حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، لعن الله المتشبهات بالرجال؟ ولا هي دي مناضله ومقاتله؟ هل كان ايام الرسول كانوا هم بيتقدموا الصفوف النساء؟ كانوا بيركبوا الحصنه والجياد وبيضربوا بالرمح والسيف؟ مين اولى؟ مش هم دول قدوتنا ودول الاسوه؟ عشان احنا بندعي ان احنا تجار الدين واحنا اصحاب الدين.